كما ينضم إلينا أيضا من الرياض الدكتور سعيد الغامدي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. أهلا بك دكتور سعيد. أبدأ معك دكتور سعيد عن الموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، أهمية هذه الهيئة برأيك؟ أولا أسعد الله مساءكم جميعا، وحقيقة أنه ما سمعناه هذا المساء هي أوامر خير وبركة إن شاء الله على البلاد وعلى العباد. حقيقة الموضوع الهيئة التطويرية أو الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير أعتقد أنها استجابة من القيادة الرشيدة لاحتياجات المواطنين في تلك المنطقة العزيزة والجزء الغالي من المملكة، مثلها مثل أي منطقة أخرى، مثل منطقة مكة المكرمة، مثل منطقة الرياض، وبالتالي نرى أنها استجابة جاءت من القيادة الرشيدة لاحتياجات هذه المنطقة، والتي حقيقة ستوزع خلينا نقول التنمية على مختلف مناطق المملكة كما شاهدناها مثلا في المناطق الكبرى، فبالتالي هي خطوة إيجابية نحو التنمية القادمة إن شاء الله في هذه المنطقة. نعم. طب والاستفادة من تجارب المناطق الأخرى. نعم. بما أنه يعني هناك تعيين لبعض الشخصيات التي لها الخبرة والدراية في هذا الشأن. نعم. طيب دكتور، يعني اهتمام سمو ولي العهد بتطوير وزارة الدفاع يعكس مدى اهتمام القيادة بالوزارة، وأيضا كنا نتحدث مع الأستاذ جميل الذيابي أن هناك منصب مستحدث لتعيين الدكتور خالد البياري مساعد الوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، كيف ترى ذلك؟ الحقيقة الموافقة التي جاءت من خادم الحرمين الشريفين على وثيقة تطوير وزارة الدفاع طبعا هي ضمن استراتيجية الدفاع الوطني التي تقوم بها بإذن الله وزارة الدفاع على أكمل وجه. طبعا القرارات التي صدرت هي أيضا كما تفضلت وذكرت هناك أيضا تعيين قائد جديد للقوات البرية، للقوات الجوية، لقوات الصواريخ الاستراتيجية، لقوات الدفاع الجوي، لهيئة الأركان العامة، للقوات المشتركة، كلها تعطي صورة أن هناك نقلة نوعية في وزارة الدفاع بهذه القرارات الجديدة. طبعا هذا لا يعني أن من كانوا في هذه المناصب لم يقدموا، إنما ضخ الدماء الجديدة دائما تعطي بعدا آخر وتعطي ثقافة جديدة وتعطي سياسة جديدة قد تؤدي إلى إتقان العمل. فأنا أعتقد أن وزارة الدفاع بإذن الله قادمة على مستقبل جيد ومستقبل مشرق، ولأن هناك تحديات حقيقة كما ذكر كثير من ضيوفك الأفاضل أن هناك تحديات، فنحن نعرف أننا نعيش في منطقة ملتهبة محاطون بحرب في اليمن وأيضا في سوريا، وهناك تهديدات في المناطق من هنا ومن هناك. نعم، كان معي الدكتور سعيد الغامدي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد.